الخميره ديت بتاعت زمان اللي كانت امهاتنا بتعملها، فعايزين نعرف ايه فايده الخميره. السؤال موجود على الشاشه دلوقتي، ايه الفرق بين الخميره الفوريه والخميره البلدي؟ تعالوا نعرف ايه الخميره او فايده الخميره. فايده الخميره بتؤخر الشيخوخه وبتعطي الجسم حيويه ونشاط. دي الخميره. الخميره مصدر غني للفيتامينات وخاصه فيتامين ب المركب اللي هو بيلعب دور اساسي في بناء الجسم وفي نفس الوقت مفيد للاعصاب. دي الخميره. الخميره بتمنع ظهور تجاعيد في الوجه، الجلد بتمنع ظهور التجاعيد بتاعته وبتكافح الارق والايه والضيق. ربنا يفك ضيقنا كلنا. ده من الخميره، يعني ده كله في رغيف العيش، علشان كده ما نقدرش نستغنى عن رغيف العيش يوميا. شفتوا الفايده اللي في رغيف العيش؟ فده فايده الخميره ببساطه. هنطلع فاصل صغير ونرجع نشوف